السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أميمة على قناة وصفة نسمة للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي مكونة من مكون واحد فقط لإزالة الشعر نهائيا والتخلص منه بشكل نهائي باستخدام مكون واحد فقط متواجد في كل بيت. فهذه الوصفة ستساعدك على إزالة الشعر الزائد على مستوى بشرة الوجه وكذلك تحت الإبط وفي المناطق الحساسة. أما فيما يخص المكون السحري الذي سنستخدمه لإزالة الشعر فستحتاجين إلى الملح الخشن. نعم، فالملح الخشن فهو سيساعدك كثيرا في تبطئ عملية نمو بصيلات الشعر وخصوصا في الوجه والمنطقة الحساسة، فهو رائع جدا للتخلص نهائيا من مشكل الشعر الزائد سواء تعلق الأمر بالمنطقة الحساسة وكذلك تحت الإبط وأيضا الشعر الزائد الذي يتواجد على مستوى بشرة الوجه. طريقة الاستعمال أو كمية الذي ستحتاجينه من الملح الخشن لإزالة الشعر، ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الملح الخشن وأيضا ستحتاجين إلى كوب من الماء البارد جدا. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نسمان المرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة، تأخذين كوب من الماء البارد جدا وتضعين فيه ملعقة كبيرة من الملح الخشن وتقومين بخلط المكونات جيدا. وأما فيما يخص طريقة الاستخدام فبعد إزالة الشعر سواء بالحلاوة أو الشفرات أو أي طريقة قمت باستخدامها بإزالة الشعر، بعد ذلك تقومين بوضع الماء والملح، الماء يكون بارد جدا، أنا أحرص على هذا لكي تحصلي على نتائج رائعة وتتخلصي بشكل تدريجي من الشعر بشكل نهائي. فبعد إزالة الشعر تماما تقومين بإضافة هذا الخليط أو هذا المزيج من الملح والماء البارد على المنطقة التي قمت بإزالة الشعر منها تتركينها لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يمكنك شطف المنطقة بالماء العادي. تكررين هذه الوصفة أو هذه الخطوات كلما قمت بإزالة الشعر الزائد، فهذه الوصفة ستساعدك على التخلص نهائيا من الشعر الزائد بشكل تدريجي، فهي ستبطئ من عملية نمو بصيلات الشعر إلى أن تختفي تماما. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالملح، أتمنى أن تجربيها، وشكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله.